الدول: النيبال، تنزانيا، كينيا، الصين، سريلانكا، بورنيو، كمبوديا، تايلاند، مصر، الأردن، فلسطين وسلطنة عمان. المساعدات: بناء وتجهيز مدارس، تجديد دور الأيتام، إنشاء مستشفى، تشييد مركز لتدريب الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تقديم سيارة إسعاف، توفير معدات طبية، توريد معدات للمكفوفين وبناء مراكز تأهيلية. المؤسسة Golf for Good. هذه المؤسسة الخيرية اختارت نهجاً خاصاً بها للمساعدة، وهو تنظيم تحديات ومغامرات حول العالم، بحيث يتم جمع الأموال من المشاركين بغية التبرع بها للجمعيات الخيرية الناشطة في المنطقة التي تقام فيها المغامرة. Golf for Good أنشئت عام 2001 تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم. هدفها يحمل النبل والفرح في آن معاً، إذ يجمع المواطنين والمقيمين في دول الخليج للعمل في مجال الخدمة الإنسانية، وذلك من خلال تشجيع الأشخاص من كافة الأعمار والفئات على تحدي قدراتهم الخاصة الجسدية والنفسية في الوصول إلى أقاصي الأرض وتسلق أعلى الجبال. ففي تلك الأماكن بالذات هناك من هم بحاجة إليهم، وبصورة خاصة الأطفال بحاجة إلى تبرعاتهم للمشاريع الإنسانية الضخمة. حقاً إنها مغامرة ممتعة، تلك التي تقطع آلاف الأميال لترسم ابتسامة على وجه طفل هو بأمس الحاجة إلينا. مع آخر جائزة راح تمنح لGolf for Good، يتفضل كل من نجمنا وبطل راليات الشرق الأوسط محمد بن سليم وفنانة المميزة رولا سعد لتكريم هذه المؤسسة الرائدة في الأعمال الخيرية. من أعمالهم تعرفونهم، يتسلقون الجبال، يقطعون البحار، يجتازون الأنهر، لا يوقفهم شيء، يبحثون عن المحتاج ولو في الصين. إنهم أبطال Golf for Good، إنهم المغامرون في سبيل الإنسانية، وليس هناك أسمى من المغامرة في سبيل مساعدة الآخر مهما كان جنسه أو دينه أو عرقه أو انتماؤه. يغامرون من أجله لأنه فقط إنسان. لم يروه في حياتهم ولم يسمعوا عنه شيئاً، أو أحياناً لا يحسنون لفظ اسم بلدته، يلبون النداء من بعيد حتى ولو لم تصل إليهم بسبب المسافات صرخة الاستغاثة. يقولون لك أن سعادة المساعدة تفوق بكثير متعة الرحلة ومرح الأصدقاء والمشاركة فيها. وإذا تركنا الأرقام تتكلم، حتى اليوم منظمة Golf for Good في 17 دولة ومشاركة أكثر من 37 جنسية، وجمعت أكثر من 1,500,000 دولار للمحتاجين في العالم. لذلك تستحق Golf for Good عن جدارة جائزة النبلاء. وفي هذا الختام يسرني أن أستدعي السيدة تريشيا إيفنز مدير التسويق في Golf for Good. Ladies and gentlemen, and I'd just like to say I'm accepting this award on behalf of all the people who've made Golf for Good such a success over the last 9 years. And that means the people who sponsor us, and we have some in the room. It means the challengers who do climb the mountains and do everything else. But it's all the volunteers as well who've helped, which is just fantastic. Our motto is giving kids a chance around the world, a bit like many of you in the room. And I think there's so much good being done, and this is a great event tonight to recognize that, and we're thrilled to bits to get this award. Thank you very much indeed.